السلام عليكم ليكيب. اليوم راح نوري لكم طريقة فتح الخيمة الأوتوماتيكية. كما تشوفوا اللي ما يعرفهاش ومنها إن شاء الله دوك يفهم كيف تفتح. سهلة خلاص، في ثواني في ثواني وانت مبحر. ما تقعد تخدم في خيمة بالمساسك، ما تقعد تدير باراسول وتقعد تحفر، ما والو. تفتح هذه فيها كات بلاس. اوه كيما تشوفوا خاوتي دوك نفتح لكم وتشوفوا الطريقه كيفاه. سمى هذا اللي من برا الكوفر وهي من داخل الخيمه. كيما تشوفوا هذا الراس يجي تاع الخيمه، هذا يجي فوق شوها من الكوفر. ايوا الكوفر هذا تخرج هذا الكوفر ها. وعندها ربع هذا ممساسك ترشقهم في الأرض، كما تغطي بالرمل وترشقهم في الأرض. كيما تشوفوا خاوتي هذه مازال ما كملتش، تسمى تحل هك تحل هذا ها. تحل هذه الاولى، تزيد هذه اوتوماتيكيه سهله، ما سهله قد ما تصورش. هاي خاوتي الطريقة النهائية تاع تركيب الخيمة. هذه شاريها من ولاية تندوف، السعر تاعها ب470. هاو كما قلت لكم هذا هو الترشيه هنا. هاي الثقبة هذه الرمل ما يطيرهاش الريح، درقها وقريبا راح يطيرها الريح. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.